الحكيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dear my students, I have to continue in the same line with the previous lecture under DC motor and its characteristics. So, what is the characteristics that of the DC motor that we have to talk? For any motor in the world, you have to talk about the speed and torque. Speed, السرعة والتورك والعزم. Two components which are very important for any type of the motor. لأنك الآن بتتكلم عن أرضية سريعة أو بتتكلم عن السرعة في المروحة في البيت. وبالتالي بنتكلم عن فعلما ربطنا السرعة ربطنا بالموتور. وفي بعض الأحيان بطريقة غير مباشرة من لاحظ أننا نتكلم عن التورك والعزم أو زي موتور قوي للموية، واحد حصان، اثنين حصان. وبالتالي الحديث عن التورك. So if you want to select motor for any purpose, I think you have to look for the speed and you have to look for the torque, both of them. Sometimes you need speed and sometimes you need to look about the torque. Where you have to look about the speed and where you have to look about the torque. Look for the person that in the market, he want to use the DC motor for the mixture or for the application. Okay, you can use that motor for the ممكن نستخدم الموتور for what في الحالات اللي ممكن نستخدم دي سي موتور مثلا في حالة المفرمة والميكشر. عاوزين نستخدم الموتور لفرم اللحم. هل المهم ان الموتور يكون سريع ام الموتور يكون قوي؟ لان اللحم بتقابلنا فيها مجموعه بتاع اظهار. اوكي، لو عاوز دي سي موتور تربطها في الركشه، هل يو هاف تو لوك اباوت ذا سبيد السرعه ولا بتهمك ان الموتور ده يكون قوي في الطرق اعلى؟ اوكي، اذا كان عاوز تعمل لك موتور لخلاط بتاع الدكوه مثلا في السوق، هل بتنظر ان الموتور بده يكون سريع ولا يكون عنده ازمه؟ اوكي، لو عاوز تشتري موتور وتعملها دي سي موتور وتعملها في مروحه، ممكن تستخدم معها ارتفاع تحول من الاي سي للدي سي وتصنع مروحه من الدي سي موتور از فيري ايزي. لكن الموتور اللي بتصنعه خاصه ما بتوقف الكهرباء الحالي، لكن الموتور اللي بتصنعه من الدي سي دي، هل المهم لك بالنسبه لك تورك ولا بالنسبه لك سرعه؟ اذا لاختيار كل موتور كل واحد مننا بنظر للحاجه اللي هو عاوزها. في بعض الاحيان احنا نحتاج لعزم وفي بعض الاحيان نحتاج لتورك، وبالتالي بناء عليها عملنا التيست الاول للشم وعملنا التيست للسيريس والان نعمل تيست للكومباوند. والكومباوند احنا عملنا صحيح سيوري، لكن in the practice you have to do this one in the experimental work under the experimental executive or lab executive man and you have to register all these components or this measurement using the tachometer for the speed and you have to measure the speed and you have to calculate the torque and you have to register that one out and then you have to write the report down. Not just this is enough. No. In the experimental work side you have to do it all the single points. With the subverting of the experimental work you will not lose or you will not forget any part of this one. About 10 سنوات لو سألنا من الأجزاء دي كلها من الكومبور من التستنج اوف ذا دي سي موتور هتقول لي متأكد مني أنا لو عملت اكسبيرمنتال وجربت التجربة بيدك ما حتنسى. I am sure 100% that is the right way. But unfortunately to do this pandemic we cannot do this one. So I have to look with the university or the college administration to solve these problems soon. We can make it in the same line as this one, but it's a little bit difficult for us. Now, we have a compound motor. For compound motor, we have two types of the compound motor. We have cumulative compound motor, which got the series winding is so connected to the field winding due to the assist that due to the shunt winding. في الكومباوند عندنا اثنين، اما يكون كوميوليتيف موتور كومباوند بالكومباوند كوميوليتيف موتور. الكوميوليتيف موتور السيريس وايندنج مع الفيلد وايندنج بيتعاونوا مع بعض والمجال المغناطيسي بيكون قوي. دي سميناها كوميوليتيف. هنا في الحاله دي لو تلاحظ عندنا السيريس وايندنج وهنا في الشامب وايندنج
واعي من لاحظ انه السيريس وايندنج مع الشنط وايندنج يكونوا مالا في وضع بتاع مساعدات للبعض. السيريس وايندنج مع الشنط وايندنج في حالة الديفرنشيال كومباوند which is seen so connected that the field due to the opposite field winding أو المغناطيسية اللي بتنتج من السيريس وايندنج بتكون بتعاكس المغناطيسية الموجودة الموجودة في الشنط وايندنج, وبالتالي سميناها ديفرنشيال أي ديفرنت مثلا أو مختلفات في الكاركترستيك. أوكي في الخواص عاوزين ندرس what we have to do it. Compound motor has both series and shift winding. One winding the series and the parallel with the armature, and usually one to characteristics similar to the shape of the series winding. Okay, what is the characteristic that we have to teach you? I have to teach you. Firstly, the speed, the sur'a مقابل الIA أو التيار المنتج. Secondly, the torque مقابل التيار المنتج. انت متخيل هل بتشبه موتور السيريس ام بتشبه موتور الشنطه اللي درسناه؟ اوكي نشوف في الكيرف الاول اذا دي الارميتشر عند محور اكس والتورك عند محور واي, نلاحظ انه من العلاقه الكبيره درسناها في جزء من المحاضرات ان التورك بتناسب تناسبا فرضيا مع الفلاكس ومع الاي اي. اذا كلما زادت الاي اي التورك مالها بتزيد. اوكي إذا نحن لما نزيد الـ IA نزيد التيار المستهلك, نزيد قيمة التيار المصروف من المصدر, وبالتالي قوة الموتور مالها بتزيد, ولكن مكلف أنك تزيد التيار المستهلك من السورس. وبالتالي بتلاحظ هل إذا شغلت الآن الخلاط في البيت الميكسر, إذا شغلت بتخلط مثلا كنت في الموس وزيدت السرعة لجواها هتزيد السرعة لأن أنت محتاج للسرعة, هل التيار المصفوف واحد مختلف؟ وبالتالي طالما أن التيار كان مختلف الطرق ما لك ذلك الأزم بزيد أنه الأزم الآن يتناسب تناسبا فرضيا مع التيار. أوكي how about the speed مقابل الأرميتشر كمان؟ درسنا قلنا speed n بتناسب تناسبا فرضيا او بتساوي v minus ال IA في ال RA over الflux right v minus قلنا v minus ال IA multiplied by RA over الflux. ال v ثابت والflux ثابت, ال IA في RA اذا نحن قاعدين نزيد في قيمه ال IA ننقص من قيمه ال v بطريقه غير مباشره وبالتالي speed بينقص right. اذا الان هنا نقول كلما زدنا قيمه الاي اي في التيار المستهلك في الارميتشر كرنت كلما السبيد نايت اذا كان موتورنا ديفرنشال كومباوند السرعه بتزيد, السرعه بتزيد لما نزيد في قيمه الار اي. وكانت اذا كانت الموتور بتاعنا كوميوليتيف قلنا يو نو وات از ذا ديفرنس بين دي كوميوليتيف اند دي ديفرنشال, بنلقى السرعه بتقل بصوره كبيره جدا جدا. الآن أنت وصلت لمرحلة أيهما أفضل؟ هل يجب عليك تستخدم الديفرنشال كومباوند ولا كوميوليتيف كومباوند؟ This is depend on you. I will not give you the answer because now you understand how to use that one. For me right now, everything has the efficiency and even the efficiency control our relationship between us. الكفاءة حاجة مهمة جدا جدا. حتى في حياتنا اليومية نحتاج للكفاءة بطريقة غير مباشرة. أنا بديك input output. إذا أنا سلمتك 1000 جنيه في يوم من الأيام أو واحد من زملائك سلمك 1000 جنيه. قال لك بكرة أديه لي شخص إكس. المفروض عندنا أحمد في الفصل. أحمد سلم قروشه بس أنا يسلمها لي محمد. محمد الانبوت كانت عبارة عن 1000 جنيه. الأوتبوت محمد سلم أحمد 1000 جنيه. إذا الكفاءة بتساوي الأوتبوت الـ 1000 أوفر الـ إنبوت مضروبة في 100,000 على 1000% بتديني 100%. أوكي أحمد سلم محمد 1000 جنيه ومحمد رجع لمحمد أداه 500 جنيه, 150 على الإنبوت 1000 مضروبة في 100 بـ 50%. أظن حيقول أحمد بكفاءته صعبة جدا إنه كان أطلعها. أوكي في الموتور الكفاءة ما هو التوتال لوسز في الموتور؟ في الموتور في جزء من الطاقه الكهربائيه اللي بنديها بنوصلها للمصدر بسحب تيار, هل كلها بتتحول لحركه مثلا؟ ما كلها بتتحول ما بتتحول لحركه, جزء منها بيتحول ليسمى ب what we call
الايرون لوسس بتحول لحرارة بنلقى الموجود في جزء من الصحاري جزء او الكبرلوسس في جزء يسمى بالايرون لوسس مفاجئ اللي في الذرات الذرات دي قلنا مجرد ما نوصلها للمصدر بتاعها المغناطيسيه كلها بتترصح هل كلها في جزء من الفرنجي بياخذ دوران بصوره ثانيه في مفاجئ ثانيه نسميها زي التريكشن والوايندنج لوسس الملفات عندها لوسس والاحتكاك لان الموتور دائما في احتكاك بينه وبين لوسس اذا فرضنا الانبوت بيساوي في التيار او الجهد مضروبه في التيار الاوتبوت هيساوي بي ماينس الاي اي او ماجن ماينس اللوسس او الاوتبوت هيساوي بي ماينس الاي اي بي في اي اي ماينس الانبوت ماينس الكبرلوسس المفاجئ الحراريه والمفاجئ النحاسيه ماينس المفاجئ الحديديه ماينس المفاجئ بتاع الوايندنج والفريكشن لوسس اذا الكفاءه بتساوي الانبوت او الاوتبوت على الانبوت ميتين الكفاءه بتاع الموتور ده بيكون ماكسيموم بيكون الموتور بيه كفاءه 100% اذا الاي اي في الار اي المفاجئ دي بتبقى تساوي لي الاي اف في بي ماينس السي اذا دي بتبقى تساوي المفاجئ دي بتبقى تساوي الجزء ده الموتور ده بيكون كفاءته 100% لكن حاله مثاليه برضه بتبقى الموضوع كفاءته فيه 100% وبالتالي الكفاءة نحاول كلما نزيد في الكفاءة وده بيعتمد اعتماد كلي على المصانع المنتجة. Thank you very much. In the next lecture, I will come across to the starting speed control pulling. Very interesting topic. I hope that you enjoyed this lecture. And you, if you have any question, please don't hesitate to contact me through my email or through my WhatsApp. Or you can contact also my friends in the electrical engineering department. Please forgive me if sometimes you will not understand what I talk about by using English language because I just want to help you for the Arabic language also sometime I talk please this is very simple lectures I'll also use very simple or simple words I don't want to treat exaggerate or using the complex way to give you this lecture thank you very much and I hope to meet you soon before that let me remind you about the examples this part also we have examples in the book related examples how to solve that examples please go through this one deeply after you finalize this one and write down all the rules you have to differentiate between the three type of the motor then come down with the examples and I will help you to solve that example and you to get some additional information during the solution of the examples don't mistake for this one and try to apply in your life and this DC motor is different from the AC motor what you have inside your house for the motor for the water motor motor or for the farm or no that's AC motor if you want to change that one into the DC you have to get some rectifier to convert the AC electrical supply firstly to DC and then you have if you have solar energy then the solar energy also sometimes or actually generate for you the DC current you can connect it directly connect to the DC motor الموتورات اللي درسناها دي كلها حتى الان اللي هو موتورات الدي سي ما نحاول اذا اشترينا موتور بالخطا وبقى معنا دي سي يجب او في البيت كالعاده عندنا اي سي يجب انك تشتري شاحن او تشتري وات يو كونكت ريكتيفاير المقوم نفس شحن الموبايل بحول لنا من اي سي لدي سي الموبايل اللي انت موجود عندك دي موبايل شغاله بالدي سي دائما بتحاول تشتري ريكتيفاير او الشاحن ونحول من اي سي لدي سي لنشحن بطاريه الموبايل وبالتالي نعمل حسابنا في السنوات او في المستقبل القريب ان شاء الله الدي سي موتور كم دايركتلي انتو مستخدمه في الارمات الكهربائيه ممكن تستخدم سيريس ممكن تستخدم شنط ممكن تستخدم كومباوند ممكن تستخدم السيبريتد موتور دونت فورجيت ذيس از ذا دي سي موتور اي هوب تو سي يو اجين ثانك يو